آخر المستجدات بخصوص تردد قناة الطبية العراقية 2022، القناة توقفت عن العمل على القمر الصناعي بشكل مفاجئ، ولم تعلن عن التوقف أو عن سبب التوقف أو مدى سوف تعود. أهلا وسهلا بكم في قناة ترددات وبس. الآن نعرض عليكم تردد قناة الطبية العراقية على النايل سات، وهي قناة طبية مركز بثها العراق متخصصة في الطب ومشاكل الصحة وطرق الحماية من الفيروسات المنتشرة بالعلاج بالأعشاب الطبيعية. قناة الطبية العراقية هي قناة تلفزيونية فضائية تابعة للتلفزيون العراقي، وتعد واحدة من أهم قنوات النايل سات في تلك الفترة. تبث كل محتوياتها باللغة العربية على مدار 24 ساعة، وتعرض القناة العديد من البرامج، وتقدم المعلومات الطبية لعلاج الأمراض المختلفة على أيدي أساتذة ومتخصصين بمجال الطب في العراق والوطن العربي. قناة عراقي ميتي سال من أهم قنوات النايل سات، حيث تقدم علاجات للعديد من الأمراض ونصائح للوقاية منها وطرق جديدة للعلاج يحتاجها الشعب العراقي. تستخدم القناة أحدث الأساليب لعرض المحتوى ونشر الأخبار مباشرة، كما تعرض محتواها بصورة عالية الدقة. تتميز عراقي ميتي سال بأنها مجانية وغير مشفرة، ويمكن لأي شخص متابعتها من أي مكان في العالم من خلال إضافة التردد الصحيح لقناة الطبية العراقية عبر جهاز الريسيفر. وملاحظة، توقفت قناة العراق الطبية عن العمل على قمر صناعي بشكل مفاجئ، ولم تعلن عن سبب التوقف أو متى ستعود. إذن تردد القناة الطبية العراقية، توقفت القناة الطبية عن العمل على القمر الصناعي بشكل مفاجئ، ولم تعلن عن سبب التوقف أو متى سوف تعود.